موجز إخباري، أهلا بكم. بعد ثبوت تقصيرهم، القائد العام يصادق على توصيات لجنة تحقيقية بشكاوى المواطنين ضد لجنة أبو رغيف لينالوا الجزاء العادل. رئيس الجمهورية يصادق على قانون الموازنة الاتحادية ويؤكد على تأهيل البنى التحتية والمباشرة بالمشاريع الحيوية والاستراتيجية. عبر مرحلتين، المفوضية تستعد لتسجيل الأحزاب والمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات بداية شهر تموز المقبل. حراك حكومي لتعديل قرارات سابقة تتعلق بالاستثمار ومنح الإجازات بهدف تسهيل فرز الأراضي وتطوير الاقتصاد الوطني. النزاهة تواصل إجراءاتها في مكافحة الفساد، وتضبط العشرات من أصحاب شركات الصرافة على خلفية التلاعب والتزوير. مجمل هذه الأخبار نتعرف على تفاصيلها على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.